قبل أي كلام، شركة فورديج بتعمل عظمة في برنامجها الأحدث فورديج بارتيشن مانجر. يخرب بيت ايه؟ كنتوا فين انتوا ايام ما شلت الهارد ده وجبت هارد تاني وشلت الويندوز الاصلي ده كان ده انا اتبهدلت يا راجل. بضغطة واحدة هتنقل الويندوز بتاعك من هارد لهارد. مفيش كلام بعد كده، اسكت، روح نزل البرنامج وتعامل. عايز ايه؟ هتكمل فيديو ايه؟ الفيديو شارح نفسه. استنى، لايكك واشتراكك واي حاجة تلاقيها في سكتك اعملها. انا سمعك اللي ورا الشاشة وانت عمال تقولي والله، وانا بحدث من ويندوز 10 لويندوز 11 لقيت البارتيشن بتاعي ام بي ار ولازم اعمله جي بي تي. برضو البرنامج ده بضغطة واحدة هتحول بارتيشن من ام بي ار لجي بي تي بمنتهى السهولة. ما انا بقولك روح نزل البرنامج واشتغل، ما تعطلش نفسك وتقول وتسوف، ابدأ دلوقتي. مش عارف، انا بسمعهم بيقولوا كده. طب نصعب الموضوع شوية، نطلع بالليفل. تعالى نطلع بالليفل. انت دلوقتي عايز تعيد تقسيم هاردة، عايز تحذف مساحة، عايز تضيف مساحة على البارتيشن. طب كل الكلام ده بيحصل وبنتعور فيه في الداتا. برضو كل ده تشوفه في الشرح. عايز تجري الفيديو جريه، انا والله العظيم رقي جري. الناس المهووسة تقنية والجيك اللي هم بيحبوا يغيروا ويندوزات كتير عارفين اللي انا بقوله ده كلام يتقال بالذهب يا جماعة، ما فيش كلام تاني، خلاص يتقال. طب نطلع بقى بالليفل شوية، فورديج بارتيشن مانجر، عشان الناس دي شكلها ايه بتقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده عادي. لو عندك هارد كامل وعايز تعمل له نسخ على هارد كامل، يعني عايز تنسخ السي تخليها هي هي الدي او الدي هي هي الاف، حصل. طب والله العظيم لعلالك بالليفل اكتر من كده، انت عندك برامج بنظام تشغيل بص مش عارف اتكلم، ببروجرام فايلز، بكل حاجة يا باشا، ضمن اتنقلت خلاص على هارد جديد، على بارتيشن جديد، عايز تنقل الويندوز من السي للدي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، انا رأيي تعالوا نشوف. طبعا اول حاجه بنعملها، برافو عليكم حفظتوني، بنروح على الموقع الرسمي للبرنامج اللي هو طبعا فورديج بارتيشن مانجر، وبنضغط على تنزيل مجاني. بيحمل معانا بالشكل ده، اول ما بيخلص تحميل بنضغط اوبن يس انستول. خلينا على الباك جراوند دي، بحس ان انا مرتاح نفسيا اكتر وانا بستخدمه. انا مبسوط جدا ان في برنامج زي ده بيقدم لنا الخدمات العميقه قوي دي. بعد ما بيخلص طبيعي هنقول له ستارت. اوبا حركات. خلينا اول حاجه كده نشوف بيدعم اللغه العربيه ولا لا، عشان في ناس عندها فوبيا من الانجليش. اوبا بيدعم اللغه العربيه، ما شاء الله، تجربه يعني كنت هقول شبه متكامله لكن الحقيقه طلعت متكامله. خليني بس اروح احط الاكونت الترايل اللي الشركه بعتهولي عشان اجرب بيه البرنامج وارجع لكم حالا. البرنامج كده بقى مدفوع النسخه الكامله. خلينا نشوف يعني العناوين اللي هنا تخض والله، ده لابتوب بشغل، ده فورديج، انتوا جايين تعملوا ايه في الهارد بتاعي؟ اول حاجه بيقول لك الكورس او استنساخ الكورس، بس العربي بتاعهم بعافيه شويه. بعد كده بيقول لك ترحيل نظام التشغيل. يا حلاوه، انا طبعا عندي هنا هاردين. حلو الكلام. الهارد الاولاني التيرا الاس اس دي اللي عليه كل البرامج وبعمل عليه كل الشغل والكلام ده كله، والهارد التاني اللي هو طبعا الاتش دي دي الهارد ديسك درايف العادي بتاعي. تحويل الكورس من جي بي تي لام بي ار ومن ام بي ار لجي بي تي بضغطه واحده، انت متخيل؟ فانت كنت بتشقى الحقيقه في الموضوع ده عشان تحول من جي بي تي لام بي ار، ولازم تدخل من بره السيستم، يعني بتدخل من فلاشه او من اي حاجه على سيستم تاني بره الويندوز خالص. فدي برضو حاجه وميزه الحقيقه انا بحترمها جدا في فورديج بارتيشن مانجر. نروح على اداره التقسيم بقى، اللي يعني الصراحه الناس دي عامله شغل عالي والله العظيم. ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ خلينا اول حاجه نروح على استنساخ الكورس. استنساخ الكورس ده اللي هو انت تعمل كلون للبارتيشن او كلون للهارد نفسه. حلو، يعني انت لو جايب هارد تاني وعايز تعمل باك اب على هارد اكسترنال او هارد جوه اللاب او جوه البي سي بتاعك، الموضوع بيحصل في ضغطه واحده. تعالى كده نشوف استنساخ الكورس كده. هنا بيقول لك المصدر والهدف. خد بالك من حاجه، خد بالك من حاجه، وخليك فاكر ان انا قلت لك خد بالك من حاجه. ده هنفترض ان هو الهارد الاساسي بتاعك، تمام، وده الهارد الهدف اللي انت هتنسخ عليه الهارد الاساسي بتاعك. حلو، عشان ما تقولش ان انا ما قلتش وترجع تزعل. انا بقول اهو لان العبد لله ده يعني اتبهدل في فقدان داتا بسبب عدم التركيز، فانا بقول لك ركز اهو، ده الهارد الاساسي. طب افرض ان الدي
هو الهارد الأساسي اللي هو المصدر بقى اللي عليه ويندوز والحاجة، والدي هو الهارد المستهدف. هتضغط على التبديل بالشكل ده كده، تمام، هيبدل لك اللي تحت فوق واللي فوق تحت. انا ضغطت على الدي لقيته بيقول لي لم يتم تمكين ميزة الاوتو ماونت في ويندوز، هل تريد اصلاحه؟ ماشي اوكي. طيب ده الهدف اللي انا عايز انقل عليه الهارد، وهقول له استمر. السي كده بتاعك، السي كله هيبقى في الدي هنا. بمجرد ما تضغط استمر الموضوع خلاص ضن وحصل وعن تجربة، بيكون عندك نسخة طبق الاصل من السي على الدي او هاي او اي هارد انت تختاره زي ما انت عايز بقى عندك في الهاردات التانية. في هنا فرق بين الكورس، ان انا استنسخ الكورس من هارد الهارد، ومن يعني جوه الهارد نفسه بقى من بارتيشن لبارتيشن. تعال نشوف كده، تمام. ده بيقول لك الكورس الاساسي، وده يعني الاتنين جوه اللابتوب، مفيش واحد اكسترنال، تمام. لو خليت ده مصدر وقلت له استمرار هينسخ السي هنا في الدي، تمام، ولو خليت ده مصدر وقلت له استمرار هينسخ الدي هنا في السي. فدي حاجه ممتازه جدا جدا جدا. لكن الهارد ده هينسخ لك الهارد كله من هنا لهنا. هو طبعا انا عامل بارتيشنين فالموضوع يلخبط شويه، يعني ده هارد وده هارد، تمام. لو رجعنا هنا ده بقى جوه الويندوز بقى ده بارتيشن وده بارتيشن، مع ان ده هارد وده هارد برضه، بس هو عايز يقول لك ان حتى لو انت عندك في نفس النظام سي ودي عادي ما تقلقش، هتقدر تنقل بينهم بمنتهى السهوله. انا معاك في الكومنتات، عايز تسال عن اي حاجه، عايز تطمن عن اي حاجه اسالني وارجع لي. وطبعا الناس اللي جربت يا ريت تسيب لي الكومنت المتين بتاعها. ترحيل نظام التشغيل ده، بص عشان بس ما تلخبطش معايا، استنساخ الكورس ده انت عندك داتا هنا في السي هتنقلها على الدي زي ما هي، او هتنسخ بارتيشن على بارتيشن تاني، ما عندناش اي مشكله كده، حلو. ترحيل نظام التشغيل بقى، احيانا سيادتك وده اللي انا وقعت فيه والهارد معايا هوريه لك، ان انا جبت هارد اس اس دي اكبر من الهارد الاس اس دي بتاعي، فاضطريت ان انا اشيل الاساسي واحط التاني وانزل ويندوز مش اصلي غير الويندوز اللي كان جاي مع اللابتوب بتاعي، تمام. هنا بيقول لك لا يا حبيبي ما تقلقش، ركب الهاردين واعمل ترحيل لنظام التشغيل من السي للدي او اي وحدة انت تختارها، وبمجرد ما تضغط بداية خلاص كده شكرا بقى عندك ويندوز من هنا لهنا. بس خد بالك وانت بتضغط بداية، ان انا ما اقدرش طبعا اعمل كده، ده لابتوب الشغل بتاعي، بيقولك سيؤدي ترحيل النظام الى الكتابة فوق جميع الاقسام والملفات الموجودة على الكورس الهدف اللي هو الدي. هل انت متأكد؟ لو ضغطت بالتأكيد هيحمل وخلاص، يعني الموضوع متجرب ومية مية. طبعا انا هقول له لا مش متأكد، لان انا ما اقدرش افقد الداتا بتاعتي دلوقتي خالص. بعد كده عندك تحويل الكورس. لو انت مثلا بص، لو جينا هنا هنلاقي ان الكورس ده جي بي تي اوريدي، انا عندي ويندوز 11 فلازم يبقى جي بي تي، لكن ده ام بي ار، ما تيجي نحوله جي بي تي ونشوف. تعال هنروح على تحويل الكورس ونقول له من ام بي ار لجي بي تي، وهنختار التو تيرا بتاعنا ونقول له استمر. اهو بيحول من ام بي ار الى جي بي تي زي ما انت شايف، فتح ما شاء الله لا قوه الا بالله، الدنيا زي الفل، ما عندناش اي مشكله، وبيقول لك التحويل ناجح. طب ايه اللي يفصل ان التحويل ناجح؟ تعالى يا صاحبي نبص بصه، هنلاقي الاثنين خلاص بقوا جي بي تي زي ما انت شايف، ما شاء الله، برنامج يستحق الاقتناء. انا الحقيقه حتى لو الشركه مش بعتلي اكونت ترايل، انا لازم اقتني هذا البرنامج لما له من مميزات رهيبه جدا، وخاصه بقى مهندسين الكمبيوتر اكيد هيحتاجوا حاجه زي كده. طب تعالى نشوف اداره التقسيم دي ونشوف قصتها ايه. انا عندي ده هو بارتيشن واحد عشان ما فيش مساحات تتهدر في النص والدنيا تمام وزي الفل، تمام، اللي هو التو تيرا. يعني هو اصلا تو تيرا مديني تيرا و800، يعني في حوالي 200 جيجا معرفش فين، خلاص. طيب مش قصه، انا عايز اروح مثلا بص في تحت مفتاح للالوان دي، بيقول لك ده الاساسي وده الغير مخصص. طب ما تيجي نشوف كده على سبيل المثال، نضغط على الغير مخصص ده، تمام، بالشكل ده ونقول له انشاء. هنا هيقول لك هو انت عايز تعمل ال 13 ميجا دول كورس، تمام، هقول له عايز اعملهم كورس، واقول له نعم، كده بقى كورس عادي جدا. طيب في الاخر نقول له تنفيذ مهمه، اللي هي المهمه اللي احنا عملناها، حلو الكلام، اهو خلالي الاف اهو بيفتح معايا والدنيا تمام، بس للاسف الشديد انا مش عامل حاجه ب 13 ميجا وهيتحسب عليها بارتيشن على الفاضي. طيب انا عايز امسحه، بضغط عليه كده وبالقياس بقى على اي هارد عندي، تمام، وبقول له حذف، نعم، تنفيذ مهمه، لازم اضغط على تنفيذ ده. لو انا عملت اي اوردر من هنا وما ضغطتش تنفيذ المهمه هنا، للاسف مفيش اي حاجه هتحصل. وبقول له امسح لي الاف ال 13 ميجا اللي ملوش لازمه ده، بيقول لك جاري حذف القسم وتمت العمليه، واهو رجع تاني مربعات، وعلى هذا الاساس بقى، تمام. طيب انا عايز اعيد تقسيم ده كده،
تضغط عليه بالشكل ده وبتروح على تنسيق، تمام؟ وبتبدأ تختار نظام الملفات بتاعك، يا ترى NTFS ولا FAT32، وبعد كده بتسمي وحدة التخزين بتاعتك زي ما انت عايز وحجم الكتلة، تمام؟ وبتضغط تنسيق كامل او لا، او بتقول له نعم، ماشي؟ طبعا يعني من مميزات البرنامج ده ان انت في 90% من العمليات اللي انت بتعملها ما بتفقدش الداتا. على سبيل المثال انا عملت ايه؟ حولت من الجي بي تي للام بي ار وما فقدتش الداتا، تمام؟ اهو عندك اهو، انا لو عايز احول من الجي بي تي للام بي ار تاني من غير ما افقد الداتا عادي جدا. برحل نظام التشغيل بتاعي من هارد لهارد وبرده ما بفقدش الداتا. طبعا انت مش هتنقل على هارد الا لما تكون مأمنه كويس جدا وعامل له باك اب، لان الهارد ده اللي هيكون الهدف النظام التشغيل هينزل عليه، فبالتالي ممكن يمسح حاجات كتيره منه. ادي استنساخ الكورس، برضو حاجتك موجوده 100%. وطبعا انا معاك في الكومنتس اي حاجه توقف معاك في برنامج 4DIG Partition Manager، البرنامج السحري اللي بيحل لك كل مشاكل الهارد بطريقه سريعه جدا، والداتا والباك اب والنقل والاستنساخ والتحويل من جي بي تي لام بي ار والعكس، حاجات الحقيقه منتهى الاهميه والسهوله وبس كده. بص يا صاحبي، انا متشقلب لك في الفيديو ده شقلبه ما يعلم بيها الا ربنا، فسيادتك كده انا بقى لي 4 ايام في الفيديو، حضرتك هتنزل ترزعني اللايك المتين بالذوق واشتراك في القناه عشان ان شاء الله تتابع مني كل جديد، وترزعني كومنت متين تقول لي فيه شكرا لمجهودات سعادتك، عشان هزعل لو ما عملتش كده، وانت عارف زعلي وحش ومش هنزل لك فيديوهات تاني. شفت انا سبتك قد ايه؟ 6 شهور مقعدك من غير ولا فيديو، انت حر. خلاص عارف ان انت بتقول في سرك كنت مرتاح منك، بس شاهون عليك وهترزعني لايك واشتراك وكومنت ويتروق عليا، والناس بقى اللي جربت البرنامج ياريت تحط لنا تجربتها اللذيذة كده. بس كده، اسيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء بإذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.